من الجوانب الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العاملين في شركات النظافة بنقلهم للسكن في 15 مدرسة حكومية في حاضرة الدمام وبقية المحافظات بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة. تم توفير هذه المدارس الثمانية في مدينة الدمام وخمسة في محافظة الخبر واثنين في الظهران. تم توزيع كافة العمالة على هذه المدارس واللي يعتبرون شركاء في التنمية، وذلك يعني كجانب احترازي لتخفيف حدة الزحام، كما روعي في عملية اختيار مدارس أن تكون مقرات قريبة لمقرات أعمالهم وذلك لسهولة التنقل لها. جهزت المدارس للعمالة بوضع معقمات الأيدي وتوزيع الكمامات والقفازات وتوضيح الإرشادات بعدة لغات لسهولة فهمها وتطبيقها. كافة أنواع الإجراءات والاحترازية داخل هذه المقرات من حيث الفحص درجات الحرارة قبل دخولهم للسكن المقر السكن، هذا بالإضافة لتوفير كافة المعقمات وعملية التطهير والتعقيم اليومية بصفة مستمرة لعدة مرات، كذلك توفير كافة الخدمات اللي يحتاجونها من إعاشة وكذلك الخدمات الأساسية اللي يحتاجونها داخل هذه المقرات. نحو 80% من العمالة نقلوا من سكنهم إلى المدارس ويتم فحصهم أثناء الدخول والخروج بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها. أنفال الحارثي، الإخبارية، الخبر.